بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وعلشان إثبات حسن النية بيننا وبين وزارة الزراعة، وترحيبا بالمتحدث الإعلامي الدكتور حامد عبد الدايم اللي أنا بعتز بيه، وبقول الدكتور حامد عبد الدايم أستاذي وصديقي، فبقول له أهلا وسهلا بيك يا دكتور حامد. أهلا بحضرتك، طارق بيه. ربنا يخليك، كل سنة وأنت طيب، وألف مبروك يا دكتور. وحضرتك طيب، ومتشكر جدا على مجاملتك ليه. ربنا يخليك. توترت الأنباء في مواقع السوشيال ميديا إن النهاردة إن أحد وكلاء الوزارة، وبالتحديد المهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالأليوبية، قال في مداخلة مع قناة السي بي سي، الكلام ده لسه لم يتأكد صحته، ان قال حتى السودان، وتهكم بألفاظ يعني عيب ان انا اتكلم بيها، فياريت حضرتك تقول لنا ايه الحقيقة فين علشان الامور تهدى. طبعا بمجرد الاطلاع على هذا الخبر على السوشيال ميديا، تم الاتصال بالمهندس طه نعيم وكيل وزارة الزراعة بالأليوبية، ونفى ما حدث تماما، اي كل ما كتب ليس له اي اساس من الصحه. واستحاله ابدا اي مسؤول في وزاره الزراعه، ومش وزاره الزراعه بس يا طارق بيه، لكن اي مصري يتفوه باساءه للسودان الشقيق. حضرتك تعلم العلاقات القويه جدا بيننا وبين السودان، طبعا. علاقات ازليه، مش ممكن يحصل من اي مواطن صرف النظر عن انه مسؤول في وزاره الزراعه اي اساءه للسودان الشقيق. طيب. انا بنفي لحضرتك وعلى لساني كل ما قيل او كل ما كتب في وسائل التواصل الاجتماعي نفيا قاطعا. طب يا دكتور حامد، في عندنا موضوع تاني، بما ان حضرتك النهارده طبعا نسعد بوجود الدكتور حامد معانا، في عندنا المشكله الازليه في وزاره الزراعه هي التشجير. عمال التشجير قاعدين مستنيين باعتين، بيقولوا يا جماعه انتوا قلتوا ان المرحله الاولى من عمال التشجير خلصت وناقص بس للمراجعة، امتى معاد المرحلة الثانية؟ وخصوصا ان يتقال لهم في مكتب الدكتور خالد قبل العيد ان الاسامي هتتبعت للمدريات قبل العيد اللي فات، ولسه لغاية النهاردة ما اتبعتتش. نطمنهم طيب. ونقول لهم ايه؟ طيب انا خليني قبل ما نتكلم في موضوع التشجير اقول لحضرتك خبر سر وحصر لسيادتك في البرنامج على الهواء. ربنا يخليك يا دكتور. ان الوفد المصري اللي سافر لروسيا نجح والحمد لله في مباحثاته في رفع حظر تصدير الحاصلات الزراعيه لروسيا. تمام. الوفد ده اللي هو برئاسه الدكتور سعد. ايوه يا فندم. طيب. يعني ده خبر حصر لحضرتك عشان تزيعه على الهواء. انا هو كده اتزعل الهواء يا دكتور. وتم رفع القيود المؤقته اللي فرضتها روسيا على بعض الصادرات المصريه من الحاصلات الزراعيه. تمام. طبعا ده خبر مفرح. المفاوضات التزم فيها الجانب المصري باتخاذ كافه التدابير اللازمه لضمان جوده وسلامه السلع الزراعيه المصدره الى السوق الروسيه. جميل. خطوه محموده. فيعني خلينا نقول ايجابيات، وخلينا نقول اخبار ساره للشعب المصري. وارجع تاني بقى لموضوع التشجير. حضرتك عارف يا طارق بيه ان موضوع التشجير طبعا موضوع مش وليد الساعة ولا وليد السنة دي ولا 5 سنين ولا 10 سنين. حضرتك عارف الموضوع ده قديم جدا وبقاله سنوات عديدة، ولكن طبعا الوزارة تسعى جاهدا لحل هذا الموضوع. لكن حضرتك عارف الأعداد الكبيرة جدا الموجودة في التشجير بيتعمل لها حصر وتنقية، لأن حضرتك عارف المجموعة دي كانت شغالة على مشروع أصلا. طبعا. يعني التشجير ده كان مشروع، حضرتك عارف هذا الكلام. صح. ولكن كان في ذلك الوقت كان يعني بيتم التغرير بهم من بعض المسؤولين واعضاء مجلس النواب ان يتم تعيينكم وكذا وكذا، لكن هو مشروع المفروض بعد انتهاء هذا المشروع يعني بينتهي كل شيء، لكن الدوله بتسعى لتعيينهم فعلا. وحضرتك قلت وجاوبت في البدايه انه فعلا في مرحله اولى وان شاء الله تنتهي قريبا باذن الله، لكن حضرتك عارف ان مثل هذه الامور بتحتاج درجات وبتحتاج اعتمادات ماليه. يعني معنى كده نطمنهم نقول الامور ماشيه في الطريق الصحيح يا فندم. يعني انا عاوز اقول لحضرتك احتفين، وحضرتك عارف ومتابع معانا كويس جدا. طبعا. والمسؤولين في الوزاره يعني
ان شاء الله باذن الله هيكون في حل باذن الله. انا بشكر استاذي وصديقي العزيز اللي بعتز بيه الاستاذ الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الاعلامي لوزاره الزراعه، واهلا بك منور الشاشات، وعلى طول نسعد بمداخلتك معانا. شكرا للاستاذ الدكتور حامد عبد الدايم.